قاعات عرض عملاقة مفتوحة على امتداد كورنيش مدينة أبوظبي، هنا حيث يقام مهرجان تروب فيست أرابيا في نسخته الثانية، احتفالية مميزة استقطبت جماهير أبوظبي التي فتحت أمامها الأبواب مجاناً لمشاهدة مجموعة منتقاة من الأفلام السينمائية القصيرة. إحساس أوضة واحدة تتلون زي ما بنشوف. الذي يميز معظم هذه الأفلام هو كمية كبيرة من المشاعر في طرح القضايا والقصص، وهو يعكس شغفا كبيرا لدى صناعها. هناك أيضا بعض أفلام الكرتون وأيضا بعض الأفلام المسلية والمضحكة. المميز في تروب فيست أنني أشاهد أفلاما لصناع السينما عرب، وأفكارهم لا تختلف كثيرا عن صناع السينما في أوروبا أو أمريكا. كنت متوجه للمقهى اللي متعود نمشي له. بمجرد وصولي للمكان لفت انتباهي بعض الأشخاص. 16 فيلما قصيرا عرضت للجمهور في شاشات ضخمة على شاطئ البحر، تناولت معظمها قصصا اجتماعية من الحياة اليومية وقصص مستوحاة من أجواء الربيع العربي، بجانب أفلام الرسوم المتحركة، وجميعها من إبداع جيل جديد من شباب الفن السابع في العالم العربي. كنتش مصدق يعني كل نشوف فيه حلم، يعني بمجرد يعني نفتح الباب 175 فيلم ولازم كلهم يتم مشاهدتهم بتركيز وبتأني عشان ما أظلمش حد أو ما بديش حد على حد. بعدين أنا بكون مش عارفة ولا اسم المخرج ولا جنسيته ولا ولد ولا بنت، ففيها ديمقراطية كبيرة، واختيار الأفلام صراحة كان بروسس ديمقراطي للغاية. أنا كثير حبيت الفكرة تبع تروب فيست، إنه مين ما كان بيقدر يكون مخرج يعني، ونحن هلا يعني جيل جديد بمجرد ما يكون عندك تليفون فيه كاميرا صار مين كلنا مشاريع مخرجين، بس الإخراج هو أكثر كمان من التصوير. الفيلم القصير فيلم كثير فني لأنه طريقة صناعته مختلفة ومكثفة ومختزلة ودقيقة كتير، وكل لقطة وكل فريم بيأثر. فأنا متوقع رح أشوف أفلام كتير مهمة ورح أشوف ثقافات مختلفة بهاي الأفلام. بداية طبعا دولة الإمارات يعني غنية بالمهرجانات وغنية بالمساهمات الفنية، طبعا نحن مركز قوي جدا في الشرق الأوسط وعلى المستوى العربي لدعم الإعلام للإنتاج الإعلامي، فكان ينقصنا هذه النوعية من المهرجانات اللي فيها من خلالها نقدر نكتشف مواهب شبابية علشان يعني يتم دعمهم. تروب فيست أرابيا الذي تأسس في استراليا والذي يعتبر من أضخم المهرجانات للأفلام القصيرة في العالم، يقوم بدور فعال في تطوير صناعة السينما العربية من خلال توفير فرص ثمينة لصانعي الأفلام من الهواة في العالم العربي لتقديم أفلامهم وعرضها على الجمهور كنافذة إبداعية تعكس رؤية جيل جديد للحياة المعاصرة، وكخطوة على الطريق لاكتشاف مواهب سينمائية ستشكل ملامح المشهد السينمائي العربي خلال السنوات المقبلة.